سلام خاوتي، ان شاء الله قاع تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم رحنا بكم للهند، تشيكن تيكا ماسالا، خير بنين بزاف. زوج كيلو ستر الدجاج نقطعوهم مرصوات على هذا الشكل، نحطوهم في بول اللي المارينيو فيه، لي زيبيس راهم مكتوبين، نحطوهم قاع في الدجاج، حبه قارص نعصروها، ثوم زوج مغارف مرحية، سكنجبير مرحي زوج مغارف، بتي سويس اللي هو الياورت 4 مغارف، شوية زيت، كالوري الأحمر، ونخلطو الدجاج تاعنا هكذا مليح، نميكسيوه حتى يعطينا هاد لاكولور، نغطيوه ونحطوه في ريجيدا. مارينيتو زوج سوايع، مقلاة زيت زبدة، ونحط الدجاج ونخليوه يطيب نص طياب. الجو تاعو ما نرميوه، 4 حبات بصل ونشوبيوهم على هاد الشكل. طنجرة خليها تسخن شوية، زيت زبدة، نقلي البصل، زوج مغارف ثوم، زوج مغارف سكنجبير، ونقلي البصل حتى يولي لي على هاد الشكل بلا ما نحرقوه. نحطو 4 طوماطيش تاع البيضة، نخلطوها ونخلوها الطيب حتى تنشف وتولي لنا على هاد الشكل. نعاودو نحطو دي زيبيس، نخلطو مليح، نماشيو الطوماطيش تاعنا هكذايا، من بعدها نحطو شويه جو هذاك تاع الدجاج، نخلطوها ونخلوها تطيب 15 دقيقه. بعد ما لاصوص طابت 15 دقيقه، نحطو الدجاج مع الجو ديالو ونطيبوها 20 دقيقه، نزيدو نديرو مغرف صغيره كالوري احمر ونتحصلو على هاد لاكولور. نحطو الحشيش هكذا من الفوق، وهاوليك تشيكن تيكا مسالا بعد ما طاب، قدمتو بالروز، جا بنين بزاف. خاوتي ربي يحفظكم، ربي يطول في عمركم.